يا أهلا وسهلا بيكم. مثل ما وعدناكم، فيديو اليوم حيكون عبارة عن برنامج سياحي لمدة 5 أيام في إسطنبول، بحيث تقدرون تستغلون الوقت خلال رحلتكم مع نقاط مفيدة تسهل عليكم الوصول إلى الأماكن الموجودة بهذا الجدول. رح نفترض أنه مكان إقامتكم بإسطنبول بالطرف الأوروبي، لأن الفنادق متوفرة أكثر ومعظم المرافق السياحية موجودة بالطرف الأوروبي. من أول الأمور اللي تحتاجوها هو كارت إسطنبول للمواصلات. ممكن الحصول على هذا الكارت من هذه المكائن اللي تشاهدوها بالصورة، واللي تكون متوفرة بالقرب من محطات المترو أو الترام أو العبارات. هذا الكارت يمكنكم من الركوب بكل أنواع المواصلات. كل ما عليكم تسووه أنه تشترون الكارت من الماكينة عن طريق اتباع التعليمات. الماكينة بها أكثر من لغة، اختاروا اللغة من الشاشة واتبعوا التعليمات، ويحتاج أن يكون عندكم فلوس جاهزة حتى تدخلوها بالجهاز بالجانب الأيمن. وملاحظة، إذا الماكينة رفضت الورقة النقدية فحاولوا تعدلوها وتدخلوها مرة ثانية أو جربوا ورقة أخرى. اليوم الأول منطقة القرن الذهبي أو منطقة السلطان أحمد. هذه هي المنطقة السياحية الرئيسية بإسطنبول الأوروبية، وهي منطقة القرن الذهبي. ممكن تبدون جولتكم بزيارة قصر توبكابو، وهذا المكان كان مركز حكم العثمانيين لفترة طويلة، والآن هو عبارة عن متحف، وهو كذلك يحوي على الأمانات المقدسة واللي تعود لفترة صدر الإسلام. موقع قصر توبكابو موضح بهذه الصورة من الأعلى، والموقع على خرائط جوجل موجود بصندوق الوصف. التجول بهذا القصر يحتاج بحدود 3 ساعات إذا أردت تشوفون كل ردهات المتحف، والمكان يتطلب المشي، واحرصوا أن تكونوا لابسين أحذية مريحة خلال هذه الجولات. سعر تذكرة الشخص الواحد بحدود $35، وهذا المكان يكون مغلق يوم الثلاثاء. مسجد آيا صوفيا. مسجد آيا صوفيا من المعالم التاريخية المهمة، وهو كان مركز الكنيسة الأرثوذكسية أيام الدولة البيزنطية، وأصبح مسجداً بعد سيطرة العثمانيين على القسطنطينية سنة 1453. تذكرة الدخول إلى مسجد آيا صوفيا حوالي $27، وباب الدخول للسياح الأجانب يقع من جهة قصر توبكابو كما هو موضح بالصورة. أما باب دخول المصلين فهو عند الباب الرئيسية الواقعة قرب خط الترام. أفضل مكان لتناول الغداء هو عند مطعم كفتة السلطان أحمد المشهور، وموجود مطعمين متجاورين واثنيناتهم مستوى الكفتة التركية عندهم ممتازة. الطبق بسيط بس طعم الكفتة لذيذة جدا. قصر إبراهيم باشا، وهو متحف الفنون الإسلامية. اللي يحبون المخطوطات الإسلامية والمعالم الأثرية راح يحبون الدخول للقصر إبراهيم باشا. إبراهيم باشا هو نفس الشخصية اللي شفتوها بمسلسل حريم السلطان، هو كان صديق الطفولة للسلطان سليمان القانوني. سعر التذكرة بحدود $18، وممكن تشترون التذكرة من عند المدخل. موقع قصر إبراهيم باشا موضح بهذه الصورة، ورابط الموقع موجود بصندوق الوصف. جامع السلطان أحمد. طبعاً جامع السلطان أحمد أو ما يعرف بالجامع الأزرق من المعالم المعروفة، وهو من روائع المعمار سينان. وموقع الجامع موضح بهذه الصورة. اليوم الثاني مكملين بنفس المنطقة، ورح نتوجه إلى محطة شمبرلاتاش حتى نروح إلى السوق المغطى الكبير، واسمه بالتركي الكابولو تشارش أو الجراند بازار. موقع السوق موضح بالصورة، وكيفية الوصول من محطة الترام موضحة أيضا.
وهذا هو أول وأقدم مول بالعالم، ويعود تاريخ السوق إلى أكثر من 600 سنة. السوق كبير جدا وتحتاجون بحدود 3 ساعات إذا حبيتوا تتجولون بكل أنحاء السوق. احنا بوحدة من الأزقة الضيقة اللي صايرة بالكابلا تشارشة. المكان طبعا عدة مرات نجي نصور او نجي مع الأصدقاء والأهل، لكن دائما نكتشف أماكن جديدة احنا ما شايفيها مع كل زيارة إلى مكان الغداء. عندكم خيارين ممتازة لتناول الغداء بهذا اليوم. إذا تريدون ساندويشات كباب أورفلي ممتازة من مطعم شعبي، فممكن تروحون إلى هذا المطعم اللي اسمه آينن دورم وتطلبون أورفا كباب. وإذا كنتوا تحبون الكباب يكون حار ولاذع بالفلفل الأحمر، ممكن تطلبون كباب أضنة. هذا المكان تجلسون به أما على الطريق أو تاكلون على الماشي. هذه طبعا احنا رح ناخذ صحوة يبيع كباب، بس عنده همين كبدة مثل حميسة محموسة تصير كلش طيبة. همينة إذا تريدون يعجبكم الكبدة فجربوها. لكن إذا حبيتوا مكان بقعدات وخيارات أخرى من طبخ البيت التركي، فكملوا ويانا إلى المحطة التالية وهي جامع السليمانية. جامع السليمانية قليل ما يوصلون الناس إلا اللي يعرفون بجمال وأهمية هذا المعلم التاريخي. طريقة الوصول إلى هذا الجامع هو أنه تكتبون الموقع على خرائط جوجل وتمشون إلى الجامع. الجامع يبعد بحدود 15 دقيقة مشي من السوق المغطى، والموقع موضح بالخريطة والصورة. هذا هو الجامع اللي بناه المعمار سنان بزمن السلطان سليمان القانوني، وجنب الجامع موجود قبر سليمان القانوني وزوجته هرم. الجامع في غاية الروعة، وقد تم إعادة ترميمه وصيانته قبل 10 سنوات، وبه حدائق جميلة تطل على القرن الذهبي، لأن هذا الجامع مبني على أعلى تلة بهذه المنطقة. مكان الغداء. أفضل مكان للغداء هو مطعم علي بابا للفاصوليا اليابسة أو الكرو فاصوليا، وهذا من المطاعم القديمة جدا، وعندهم طبخ بيتي تركي مثل المسقعة وأنواع من اليخنات. الخيارات ما كثيرة جدا لكنها ممتازة. ممكن تدخل إلى المطبخ وتختار الطبق اللي تريده، بس كونوا على علم إنه الفاصوليا مطبوخة بقطع من الفلفل الأحمر الحار، جدا لذيذة وتستحق التجربة. موقع المطعم أمام مدخل جامع السليمانية وهو موضح بهذه الصورة. والأهم من هذا هو هذا المنظر الجميل لجامع السليمانية. سوق محمود باشا وأمينونو. بعد زيارة جامع السليمانية والغداء، ممكن تمشون نزولاً إلى سوق محمود باشا. طريقة الوصول إلى شارع السوق موضحة بهذه الخريطة، وكل ما نزلتوا أكثر كل ما اقتربتوا من السوق المصري في منطقة أمينونو. طبعاً هذا هو السوق الرئيسي بهذه المنطقة، والسوق المصري سمي بالمصري لأنه كانت تأتي البضاعة من مصر إلى هذا السوق، ومن ضمن ما كان يستورد من مصر هو الذرة، ولذلك يسمي الأتراك الذرة بالمصر. لاحظوا الكسرة تحت الميم لأنها كانت تأتي من مصر. الأسواق بهذه المنطقة متشابكة وتحتاج أيام لتغطيتها، وهذه المنطقة ممكن تجوها مرة ثانية إذا حبيتوا تتسوقون بحيث تتخصصون إلها نصف يوم. قصر الدولمة باهجة. هذا القصر مميز جدا ويستحق الزيارة. القصر مغلق يوم الاثنين ومفتوح من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 5:30 عصرا. سعر تذكرة الدخول للأجانب 37 دولار حسب آخر تحديث لسنة 2024. القصر يطل على منظر رائع لمضيق البسفور، ومكان جميل لأخذ الصور بالحدائق المحيطة للقصر. التصوير داخل القصر ممنوع.
بعد الانتهاء من قصر الدولمة بهجة راح تمشون 20 دقيقة إلى محطة بشكتاش للعبارات، وتاخذون عبارة إلى الطرف الآسيوي. العبارة مكتوب عليها اسكودار، وتستغرق 10 دقائق للعبور. الطرف الآسيوي اسكودار. وصلنا إلى اسكودار. منطقة اسكودار غطيناها بتفصيل في فيديو سابق، ورابط الفيديو موجود في صندوق الوصف أو أعلى الشاشة. اسكودار مليئة بالأسواق والمقاهي الجميلة، وبيها جوامع تاريخية كبيرة، ومنها هو جامع مهرمة سلطان وجامع الوالدة الجديد. هذه هي صورة جوية لإسكودار. هذا هو مرفأ العبارات، وهذا هو جامع مهرمة سلطان، والجهة المقابلة لمرفأ العبارات توجد محطة الباصات. بعد التجول بإسكودار ممكن تتناولون الغداء بوحدة من المطاعم التالية اللي ننصح بيها. الخيار الأول، إذا تريدون تأكلون أكل بيتي تركي مرق ورز، فننصح بزيارة مطعم أوزبولو. الموقع موجود بصندوق الوصف. الخيار الثاني، إذا تريدون أكل غربي مع طلة جميلة، ننصح بمطعم وكافيه ترند 216. الخيار الثالث، إذا تحبون الدونر التركي أو البيدا، فننصح بزيارة مطعم اسمه ليمون. موجود زقاق جميل بإسكودار مليء بالكافيهات والمطاعم المنوعة. اسم الزقاق هو أنزولار، والموقع موجود بصندوق الوصف. جامع تشاملوجا. بعد الانتهاء من إسكودار تتوجهون إلى محطة الباصات الموجودة مقابل مرفأ العبارات. الموقع كذلك موجود بصندوق الوصف، وتركبون باص رقم 15C. هذا الباص تركبوا إلى آخر محطة وتنزلون عند جامع تشاملوجا الكبير. هذا الجامع هو تحفة معمارية، وهو من تصميم معمارية تركية مبدعة. الجامع مبني على أعلى تلة بإسطنبول، ومحاط بحدائق ممكن تجلسون بيها مع وجود مقهى قرب الجامع. وإذا كنتم مهتمين بالمتاحف، فموجود متحف الحضارة الإسلامية أسفل الجامع، وهو ضمن مبنى الجامع. المتحف مفتوح من الساعة 9 إلى الساعة 5:30 عصرا. طبعاً الجامع يطل على منظر خرافي لإسطنبول، ومن كثر ما هو عالي حتى الجو يتغير وتقل الرطوبة بهذا المكان. الهواء طيب، وإذا رحتوا في فصل الخريف فضروري يكون معاكم جاكيت. وبعد الانتهاء من الجامع ترجعون إلى نفس منطقة الباص، وتركبون باص 15C اللي راح يرجعكم إلى اسكودار، ومن هناك ترجعون إلى الطرف الأوروبي. اليوم هدفنا هو زيارة منطقة بيولو اللي بها برج غلطة، وهي من أجمل المناطق في إسطنبول وأقدمها. طريقة الوصول هي أن توصلون إلى محطة كاراكوي عن طريق ركوب خط ترام تيوان. من هذه المحطة تمشون إلى خط الفونيكولير، وهو عبارة عن ترام يأخذكم إلى أعلى تلة غلطة. إذا ما حبيتوا تصعدون بالدرج، اسم المحطة هو كاراكوي تونيل. عند وصولكم إلى برج غلطة ممكن شراء تذاكر للصعود إلى أعلى البرج. المنظر من أعلى البرج يجنن. سعر تذكرة برج غلطة هي 40 دولار مع دليل صوتي. شارع الاستقلال وتقسيم. بعد الانتهاء من برج غلطة ممكن التوجه صعودا إلى شارع الاستقلال. المشي بشارع الاستقلال ممتع، وبكثير من المحلات للتسوق، وكذلك المعالم التاريخية مثل الكنائس والمباني القديمة وخط الترام القديم. ممكن الوصول إلى نهاية شارع الاستقلال وصولا إلى محطة كاباتاش. هذه الجولة تستغرق نصف نهار. بعدها تقدرون التوجه إلى مركز تسوق، وعدكم خيارين. الأول، إذا كنتوا تعبانين وتريدون مركز تسوق قريب، فمول جواهر قريب من ميدان تقسيم، بس تنزلون إلى محطة المترو وتاخذون مترو M2 وتتوجهون إلى اتجاه عثمان بي، وتنزلون بمحطة اسمها شيشلي مجدية كوي. ومن داخل المحطة ممكن تدخلون إلى مول جواهر. لكن إذا حبيتوا تروحون إلى مركز تسوق مميز جدا لكن أبعد، ممكن تروحون إلى مول فينيزيا، واسمه هو فيا بورت فينيزيا أفيمي. التاكسي من ميدان تقسيم إلى هذا المول يكلف 500 ليرة.
وإحنا ننصح أنه تستخدمون إحدى تطبيقات خدمة التاكسي حتى تقللون من احتمالية التلاعب بالسعر من قبل بعض سواق التاكسي الضعيفي النفوذ. ننصح بتطبيق أوبر لأن السائق يكون مراقب من قبل التطبيق وبخيار للسيارات الكبيرة أيضاً. كاديكوي تقع بالطرف الآسيوي وهي من الأماكن العريقة والجميلة جداً بأسطنبول الآسيوية. كاديكوي صايرة على البحر والوصول إلها سهل جداً. تحتاجون تركبون ترام تيوان وحتى توصلون إلى محطة أمينونو، ومن هناك تأخذون عبارة إلى كاديكوي. موقع محطة العبارات موضح بالخريطة. كاديكوي هي عبارة عن أزقة متقاطعة وبيها الكثير من المحلات والمقاهي والمطاعم. تمتاز كاديكوي بطابع بوهيمي وليبرالي، وهي منطقة يرتادها الشباب كثيرا. ممكن مشاهدة فيديو خاص عن كاديكوي صورناه سابقا، ورابط الفيديو موجود بصندوق الوصف. غالاتا بورت. بعد الانتهاء من كاديكوي ترجعون إلى نفس محطة العبارات اللي اجيتوا من عندها، وهي محطة عبارات كاديكوي، وتركبون عبارة إلى كاراكوي وهي تقع بالطرف الأوروبي على مدخل الخليج. ومن هناك تمشون باتجاه اليمين، يعني البحر حيكون على يمينكم، وتتوجهون إلى غالاتا بورت. بطريقكم إلى غالاتا بورت حتخترقون أزقة كاراكوي الجميلة والمليئة بالمطاعم والمحلات. غالاتا بورت ممكن تقضون به بضع ساعات، وهو يطل على مدخل مضيق البسفور، وممكن تاخذون صور جميلة عند هذا البورت. بعد هذا ممكن تاخذون ترام تيوان بالقرب من غالاتا بورت، وتحديدا من منطقة توبهانا، وترجعون إلى منطقة القرن الذهبي. طبعا هذا الجدول يفترض أنه مكان إقامتكم بوسط إسطنبول القديمة بالطرف الأوروبي. نتمنى أن يكون هذا الجدول مفيد لكم بحيث تستغلون الوقت وتستمتعون بزيارتكم إلى إسطنبول. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والاشتراك إذا كنتوا بعدكم ما مشتركين، واللي حابب يدعمنا بشكل مباشر فرابطنا بالباتريون موجود أسفل الفيديو في صندوق الوصف. نشوفكم بغير جولات، مع السلامة. Thank you.